بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. الحقيقه عايز اتكلم النهارده على موضوع التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي تكافل هو علاقه قويه جدا بين الناس بعضها وبعض. يعني باختصار شديد، ازاي اقدر انا وانا عايش في عماره واحده في الدور الرابع ابقى عارف ان مثلا جاري اللي في الدور الثاني عنده مشكله، فنتفق ان احنا في الادوار الاول والثالث والرابع والخامس والسادس نقعد مع بعض زي ما احنا بنعمل كده اجتماع العمارة عشان نساعد جارنا. واحد مريض فنساعده، واحد بيجهز بنته فنجهزها له معاه، حد متوفي فنساعد اسرته. فكرة التكافل الاجتماعي هو علاقة او احياء لعلاقات انسانية جديدة ممكن تكون كانت موجودة وراحت مع مرور الوقت ومع خضم الحياة ومشاكل الحياة. فأتمنى أن احنا نرجع موضوع العلاقات الإنسانية بين أهل البيت مع بعض، أهل الشارع، أهل الحارة مع بعض. زمان لو كان في حد بيحصل له مشكلة بيتجمع أهل الحارة عشان خاطر يقفوا جنبه. ما زالت العادات دي موجودة الحقيقة عندنا في الريف وفي القرى وفي الصعيد، يمكن في المدن غابت شوية. خلينا نحاول نقف جنب بعض، نساند بعض، نطبطب على بعض بالبلدي كده. فأنا أتمنى أن يكون دي رسالة بقولها النهاردة في واحد من الناس في بداية الحلقة. جات لي رسالة على صفحة البرنامج من السيدة رشا فوزي. السلام عليكم، محتاجة مساعدة أنا وبنتي حبيبة مريضة ضمور عضلات شوكي، محتاجة حقن 2 مليون بقيمة 2 مليون 300 ألف جنيه، تكلفته عالية وبنتي حالتها بتسوق، وتم فتح حساب تحت إشراف وزارة التضامن. أمنية حياتي إنك تساعدني في جمع المبلغ ويجعله في ميزان حسناتك ورقم تليفونها. الحقيقة الرسالة جات لي وأنا الحقيقة زمايلي في البرنامج على طول يعني بسمع عبير كلموهم وتواصلوا مع الحالة، وهي شرفتني النهاردة الأستاذة رشا، ومعانا زوجها الأستاذ حسن عامر ومعاها بنتها عشان يعني حبيبة، عشان نشوف ممكن نقدر نساعدها ايه في مستهل الحلقة ديت. وزي ما قلت ياريت كلنا نقف جنب بعض، يعني دايما في المحن في الظروف دي تبقى الوقفات دي مردودها عليك انت. يعني صحيح انت بتعمل حاجة لله بس مردود عليك. وخلوني اسمع منهم الحالة والحكاية. انت بعتيلي وانا تحت امرك، احكي لي ايه الموضوع. اولا عرفيني بنفسك وعرفني بنفسك، انتم محافظة ايه؟ من محلة القصب تبع كفر الشيخ. كفر الشيخ تشتغل ايه حضرتك؟ حضرتك الشغل في البيت. تشتغل ايه؟ انا فلاح. فلاح مزارع. مزارع يعني تقريبا دخلك الشهري كم؟ لا مفيش دخل شهر. مفيش دخل شهر. هو ولا موظف ولا حاجه. اخر السنه بنأجر ارض واخر السنه بنحصد. يعني في اولاد غيرها؟ كان معايا طفل قبل حبيب وتوفى بنفس المرض. بنفس المرض؟ توفى عنده كام سنه؟ عنده سنتين وشهرين. كان المرض بتاثر معايا جدا وما كنتش لاقي العلاج بتاعه وما خليتش ولا دكتوره لما انا رحت له. طب ايه اعراض حضرتك اللي ظهرت عليها؟ الاعراض اللي ظهرت عليها ما كانش بيتحرك وكان على طول في التهاب رئوي. ما طولش غاب سنتين وشهرين وتوفى. بس هو من اول ما اتولد وهو يعني كان الضمور ديت ظهرت عنده وهو عنده 6 شهور. لكن حبيبه غيره. حبيبه اتبعت لها لان كان معايا طفل قبليه، فانا متابعه حاله حبيبه. حبيبه عرفت المرض بتاعها ده وهي عندها 4 شهور. يعني عندها ايه دلوقتي؟ هي دلوقتي عندها 3 سنين و4 شهور. ايوه. جت كشفت عليها، شخصوا الحاله، قالوا ده هي نفس المرض بتاع اخوها، نفس ضمور العضلات. ضمور عضلات، ضمور العضلات الشوكي. شوكي. فاحنا من عهد ما شفناها، من ساعة هي ما تعبت وهي عندها 4 شهور لحد دلوقتي احنا ما قعدناش في القاهرة وفي اسكندرية وما خليتش دكتورة لما انا رحت عنه. طب ايه الحل؟ قال الست حقن دولت هي محتاجاهم. الست حقن دول قيمتهم قد ايه؟ 2 مليون 300.
الست حقن دولت هم يعني بيعملوا ايه؟ هم دول اللي هيفيدوا حبيبي، هم اللي هيحيوها، هيخلوها بني ادم، هيحيوا البنت بعد ربنا. ده علاج يعني؟ ده علاج لا. بس قيمته عاليه، صعب علينا بالتاكيد. صعب هي صعب انا متاكد انها صعب على حضرتك في ظل ظروفك الماليه. انا عايش يعني يا دوبك قاضي يوم بالعافيه. احنا متابعين حضرتك يا دكتور على انا متابعه حضرتك على طول، وبعت لك الرساله وربنا يقدرك يا رب ويعلم ميزان حسناتك، ما قصرتش معانا برضو ورديت عليا على طول. لا لا يعني ومتابعه مشاهداتك برضو ومتابعه يعني الحالات اللي انت بتقف معاها. ربنا كريم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. طب قولي لي يعني اكيد في لحظات صعبه مرت عليكم، اصعب حاجه يعني مرت عليكم بالنسبه لها ايه يعني ان احنا مش قادرين نعمل لها اي حاجه واحنا بنموت وكل يوم كده بنموت بسبب حبيبه ديت، بتألمنا ايام. علاج طبيعي بعمل لها عشان الامل في ربنا، مش مقصرين معاه في اي حاجه، والله العظيم انا مقصره معاه في حاجه، بس هي كلامها تأثير. انا نفسي امشي، انا نفسي اروح الحضانه، حافظه قران برضه. ازيك يا حبيبه؟ لا انت نفسك لما تكبري تبقي ايه؟ نفسي امشي واروح الحضانه. تروحي الحضانه ان شاء الله؟ تروحي الحضانه وتروحي حضانه؟ لا هي صعب ان هي تمشي في اي مكان يا دكتور. انا اختلطت بالجميع، بيجي لها التهاب رئوي على طول لان هي ما عندهاش مناعه، والضمور العضلات ديت بيأثر على الرئه. بس انت جميله قوي يا حبيبه، انت عارفه كده؟ انت جميله وان شاء الله هتخفي يا رب يا دكتور باذن يا الله يا رب. حضرتك جبت لي برضو فتحت حساب تبع فاتحين حساب تحت التضامن الاجتماعي. التضامن مظبوط. فاتحين في البنوك. هل وعاملين لها انتوا طالبين مبلغ 2,300,000 جنيه؟ هل جمعتوا منه شيء؟ لا 200,000 بس. 200,000 200,000 عشان 8 6 حقن. ودول متوفرين يعني موجودين في البنك؟ هم موجودين، الفلوس موجوده في البنك تبع التضامن. واحنا برضه ما بناخدش حاجه في ايدينا. لا انا عارف انا عارف يعني ولا حاجه، دي كلته تحت اشراف وزاره التضامن. طب ايه المضاعفات المتوقع انها تحصل في حاله عدم العلاج؟ بتتاثر صدرها، متاثر في تشوهات هوري لحضرتك، والعمود الفقري في انحناء، بدا دلوقتي في الحوض. طيب يعني الحقيقه انا ارقام الحساب موجوده قدام حضراتكم دلوقتي في البنك الاهلي المصري وفي البنك التجاري الدولي وفوري، وفي موافقه وزاره التضامن الاجتماعي على جمع المال، والموافقه دي بتطلع بعد موافقه وزاره الصحه عشان تبقوا حضراتكم عارفين ان جمعوا المال عشان تعالجوا المريض. انا الحقيقه بخاطب ضمير كل ام بتشوفني دلوقتي وضمير كل اب بيشوفني، ارجوك يعني حاول تشعر لثواني بالعجز اللي حسه ابو حبيبه ووالده حبيبه، عدم قدرتهم على ان هم يعالجوا بنتهم وشايفين بنتهم بتموت قدام عينيهم. ده شعور ربنا ما يوريه ولا يكتبه على حد. اللهم يا رب. فانا بخاطب ضمير كل ام وكل اب بيشوفني، ارجوكم انقذوا حياه حبيبه، اخوها مات بنفس المرض وهي مهدده بالموت بنفس المرض. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يختصنا ويجعلنا سبب في حياتها، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. فما تحرموش نفسكم من ثواب باللي تقدر تجود بيه. أنا مش طالب، أنا عارف الرقم كبير 2,300,000، بس أنا مؤمن جدا في البرنامج ده ومع الجمهور المحترم ده إن إحنا نقدر، وعملناها كتير قبل كده. وعندي حالة ياسين لو تفتكروه، وكان المبلغ قد ده مرتين وجمعناها في يومين. فإيماني بحضراتكم وإيماني لأن ربنا هيقذف بقلوبكم الرحمة تعتبروا حبيبة بنتكم إيمان راسخ. وأرجوكم خليكم عند حسن ظن ربنا بيكم، وخليكم عند حسن ظن حبيبة بيكم، وأنا واثق إن كنتوا إن شاء الله هتقدروا تعملوا ده. وبشكركم جدا جدا. ربنا كريم، واحنا هنتابع معاكم ودي بنتنا
وربنا يقدرنا ان شاء الله باذن الله ونقدر نعمل. والله احنا تعبنا خلاص يا دكتور، والله مش عارفين نعمل اي حاجه. ربنا كريم ان شاء الله نعمل اي حاجه. نطلع الفاصل ونرجع نواصل. واحد من الناس